يلا تعبكم منه. بس ما احب اطلعها. يبغى انا فيها عشان نجربها. والله وحافي ما في ستاند اب كوميدي. الدفايات يا ولد الدفايات 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 يا ولد الدفايات الدفايات يا ولد الدفايات. اصبر 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 اصبر. دفايات في الليل حار وفي النهار بارد. الدفايات الدفايات وين نحطها رجال؟ الدفايه الدفايه عسوم عسوم دف عمرك عسوم 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 دف عمرك. على كم على كم في دفايات جلسه صغيره جلسه طويله. اقهر شتاءك دفايات. اطلع بالله اكل منصور منصور قلت ابغى الدفايات الدفايات اجعل شتاءك صيفا. انا ترزق الله يا بلدية جات بلدية جات بلدية جات بلدية اجعل شتاءك صيفا. بلدية طبعا بلدية بلدية بلدية. لا ما انا ترخيص يا الحبيب انا ترخيص يا ولد يا ولد. لا تخاف نشتغل ولا مضايق ولا شيء بعد نبيع. يا الرب لا تقطعوا رزقنا خلنا نترزق يا الرب. اسالكم بالله راحت منكم ثمانية ثنتين. لا لا زودني شيء زودني. هذه صغيرة هذه حق جهة صغيرة اطفال اطفال. لا لا لازم واحد. لا ولادي ولادي انا باخذها من كم؟ 3000 وفلح. يلا 3000 كثير كثير. لا 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 ولادي ولادي كم تاخذها؟ هذه لا تقطع رزقي لا تقطع رزقي لا تقطع رزقي. قطع الرقاب ولا قطع رزاق. يا قطع الرقاب قطع رزاق. تشتري تشتري كم تبغاها؟ كم تبغى؟ انت كم تبغى نشتريها؟ انت تقول انت كم محتاج فلوس؟ بكم بكم عسوم عسوم عسوم. عطنا كور عطنا كور. كم معلش يا ولد عسوم؟ اي اي يا سعد كم باعك كم باعك؟ خليني اشيل عليك كم باعك كم باعك؟ بيني وبينك تسبحهم بعدين. كم باعك كم باعك؟ انا بشتري لكم بس بعدين. كم 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 تشتري كم تشتري؟ يا رب اللي يصير اسالكم بلا تشتروا كم 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 صراحة هي اللي تبقى عشان ترتاحون شوي تهدون. خلاص يا اخي بالله تطلع 40 والله انك وافي. شباب اللي يفوز اللي يفوز ذا دفاية. تبغون دفايات رجال؟ ها جاب تدف تدف دفئ شتاءك. تحطها على النار تشتغل سبحان الله. ها هذه بارك الله فيك. هذه طول عمرك تحطها كذا تجعل شتاءك صيفا. بس في الليل بارد والله. السلك ما يروح فيها يا منصور. السلك ما يروح فيها والله. تحت شوف سلك تحت الله يسعدك. والله ان بغيت تجيب تبغانا وحده في المجلس ها؟ المجلس ذاك حق اللي ننام فيه سعد. ها؟ في المجلس ذاك اللي ننام فيه واحده ناخذها والثلاث او واحده نقعد هنا فرض. يا شباب هيا شوفوكم ما لعبتوا. هاتي الدفايه كل يوم اربعه اجيب. يلا 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 تشوفوا يا شباب الوقت اللي تروح فيه الكورة نبيع فيه دفاية. الله ما اعطاني وجهي منصور.